لتتبع ورصد وضعية الطاقات ووضع استراتيجيات خاصة بها، يعتزم المغرب تأسيس مجلس لأمن الطاقة. من أبرز مهامه اقتراح إجراءات مناسبة في حال تعرض القطاع للصدمات وتحديد المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية. الحساسة ديال القطاع مرتبطة بعدم وجود تصور شمولي، والتصور الشمولي ماشي غير القطاع اللي كيعملوا. طبعا لابد ان يكون هناك مجلس اللي فيه مجموعه ديال المتدخلين، والهدف هو انه نعزو من 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 القطاع ونطوروه باش ما يكونش عرضه لاي هشاشه. المواد الطاقيه وعلى اسعار، ووفقا للمعطيات الصادره عن الوزيره المكلفه بالانتقال الطاقي، فان مخزون السولار يكفي لتغطيه 30 يوما و43 يوما بالنسبه للبنزين، في وقت تحدد المنظومه الحاليه الحد الادنى لمخزون المواد البتروليه في 60 يوما، ليطرح السؤال حول السبل الكفيله بحمايه الامن الطاقي. تعمل الوزاره على حث الفاعلين الخواص ومواكبتهم لإنجاز قدرة إجمالية إضافية للتخزين تصل إلى 190 ألف متر مكعب باستثمار يناهز 3 مليار درهم مع متم سنة 2023، وذلك طبعا من أجل رفع من المخزون الاحتياطي الوطني ليصل إلى المستوى المحدد من القانون. قدروا نتكلموا على هذا المستوى المحدد بالقانون ديال 60 يوم. يسعى المغرب منذ سنوات إلى التقليل من اعتماده على الطاقات التقليدية من خلال الرفع من نسبة الطاقات المتجددة والنظيفة في توليد الكهرباء بأكثر من 52% وتقليص تبعيته الطاقية إلى 82% بحلول عام 2030. تزويد السوق الداخلية بالمواد الطاقية في سياق دولي متقلب، تحد يواجه الحكومة المطالبة أكثر من أي وقت مضى بإيجاد حلول ناجعة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة. فدوى المرابطي، قناة الغد، الرباط.